عضو هيئة كبار العلماء. يكفي يكفي. الله يسلمك، أعرف كريم تواضعكم ولكن الإخوة يريدون أن يعرفوا شيئا. أبدا. بارك الله فيك وشكر لك مسعاك، وأنا أعرف أنك تبحث عما عند الله من أجر، ولست بانتظار إطراء أو مديح مني أو من غيري. وفقك الله وشكرك لمسعاك ونفعنا بغزير علمك. تفضل. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ضعيف الصوت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يجتمع ضعف الصوت وضعف الضوء، لأن ذلك يجلب النوم ولا بد. صوت. أما بعد أيها الإخوة، فإنني أشكر الله عز وجل أن يسر اللقاء بكم معشر الأطباء في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 14 من شهر جماد الآخرة عام 2021. هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا، وسنتكلم بما يريد الله عز وجل حول هذا الموضوع، ثم نتلقى الأسئلة. أما ما نريد أن نتكلم به ونسأل الله أن يوفقنا للصواب، فأقول: المرض أيها الإخوة، المرض نوعان: مرض القلب وهو مرض معنوي، والثاني مرض الجسم وهو مرض حسي. والأول أولى بالاهتمام والعناية، لأنه يترتب عليه الهلاك الأبدي أو البقاء الأبدي. مرض القلب له شعبتان: الشعبة الأولى الجهل، فإن كثيرا من الناس يحب الخير ويسعى له ولكن عنده جهل، فيحصل من ذلك خطأ عظيم. ولهذا قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى أرادوا الخير لكن ضلوا عنه، كما قال عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا الحق ولكن خالفوا الحق. على هذا يدور مرض القلب، وحينئذ نعلم أنه لا بد لنا من العلم ولا بد لنا من الإذعان والقبول للشرائع، وإلا لحصل الهلاك. هذا الهلاك ليس كهلاك الأبدان، هلاك الأبدان عود على الأول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. لكن هلاك القلوب معناه فقد الحياة، لأن الإنسان لم يستفد من وجوده في الدنيا، خسر الدنيا
ولن يستفيد في الآخرة. وما هي الحياة الحقيقية؟ سؤال أجيب، حياة الآخرة لقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال أهل العلم: الحيوان الحياة الكاملة. وقال عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولهذا كان الواجب أن يعتني الإنسان بتصحيح مرض قلبه قبل كل شيء. لكن من أين نأخذ الدواء لهذا المرض؟ الدواء لهذا المرض من ينبوعين أساسيين، هما الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. والكتاب والحمد لله وصفه الله تعالى بأنه تبيان لكل شيء، ما من شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم إلا وجد في القرآن. إما وجد في القرآن بعينه، وإما وجد في القرآن بالإشارة إليه والتحويل على جهة أخرى. كلنا نعلم أنه لا يوجد في القرآن عدد ركعات الصلوات ولا عدد الصلوات ولا أنصباء الزكاة ولا أفعال الحج المعروفة، لكن محالة إلى السنة. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا هو الدواء للمرض الخطير الذي ذكرته لكم، وهو يسير على من يسره الله عليه، لأن هناك أمورا لا بد للإنسان من معرفتها وهي سهلة، يأخذها الإنسان من أفواه العلماء أو من الكتب المؤلفة من علماء موثوقين ويستنير بها. أما المرض الثاني، المرض الحسي، فهو مرض الأجسام. مرض الأجسام، الأعضاء أو الجلود أو غيرها مما تعرفون فيه أكثر مما أعرف. هذا المرض له دواءان: دواء أنفع وأجمع وأوسع، وهو الدواء الذي جاءت به الشريعة، والشريعة الإسلامية جاءت بهذا الدواء، الدواء الشرعي للأجسام. وسأذكر إن شاء الله ما يتبين به ذلك. فمثلا القرآن الكريم دواء نافع ناجع لأمراض جسدية وأمراض نفسية وأمراض عقلية لا يمكن للدواء الحسي أن ينجح فيها. ثم إن الدواء الشرعي لا يحتاج إلى طول مدة، لأن الدواء الشرعي من لدن من؟ أجب، من لدن الله عز وجل، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولعلكم سمعتم قصة الصحابة الذين استضافوا قوما من العرب فأبوا أن يضيفوهم، ثم انحازوا إلى ناحية وسلط الله على سيدهم عقربا لدغته وآلمته كثيرا، فقال بعضهم لبعض:
لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم لعل فيهم من يقرأ. فأتوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم لدغ، فهل فيكم من قارئ؟ قالوا نعم، ولكننا لا نقرأ عليه إلا بقطيع من الغنم، لأنكم لم تقوموا بحقنا في الضيافة. قالوا ولكم، فأعطوهم قطيعا من الغنم. فذهب أحدهم، أحد الصحابة، إلى هذا الرجل فقرأ عليه بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين إلى آخره، فقام كأنه نشط من عقال في الحال. ومثل هذا لو عولج بالأدوية الحسية إن نفعت فسيكون هناك وقت، لكن هذا في الحال. الأمراض النفسية كثيراً ما تستعصي على الأطباء إذا عالجوها بالأدوية الحسية، لكن دواؤها بالرقية ناجع ومفيد. كذلك الأمراض العقلية تنفع فيها الأدوية الشرعية، وقد لا تنفع فيها الأدوية الحسية. لهذا أريد منكم أيها الإخوة أن تلاحظوا هذا، وإذا أمكنكم أن تجمعوا بين الدوائين فهو خير، أي الحسي والشرعي، حتى تصرفوا قلوب المرضى إلى التعلق بالله عز وجل وآياته، وحينئذ أحيلكم على الكتب المؤلفة في هذا الشأن أن تطالعوها وتحفظوها وترشدوا إليها المرضى، لأن تعلق المريض بالله عز وجل له أثر قوي في إزالة المرض أو تخفيف المرض. الأدوية الحسية معروفة وهي نوعان، منها ما تلقاه الناس من الشرع، ومنها ما تلقوه من التجارب. فمما تلقاه الناس من الشرع التداوي بالعسل، فإن ذلك دواء شرعي. دليل هذا قوله عز وجل في النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ومن ذلك الحبة السوداء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. ومنها الكمأة، نوع من الفقع، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا أمر مسلم يجب أن نؤمن به، حتى لو فرض أنه لم ينفع فليس ذلك لقصور السبب، ولكن لوجود مانع منع من الانتفاع به، لأن الأسباب التي جاءت في الشرع قد تتخلف آثارها لوجود مانع، لكن هذا أمر مسلم. أما الثاني، النوع الثاني من الأدوية هذه الحسية، فهو متلقى من التجارب، متلقى من التجارب، وهذا كثير، حتى إنه يوجد الآن ممن لم يدرسوا الطب نظريا من استفادوا بالتجارب فكانت أدويتهم
أحسن من الأدوية المعقمة التي اصطنعت على وجه صحي. ولا يجوز أبدا أن ننكر هذا، لا يجوز أن ننكر هذا. وقد سمعنا كثيرا من الإذاعات من اخترع أدوية عثر عليها من الأشجار والحشائش لم تكن معلومة من قبل، وأثرها أكبر من أثر الموجود المستعمل. كل هذا بقضاء الله وقدره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، أو قال دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك أحيانا يأتي الشفاء باستعمال دواء غير معلوم لهذا المرض، يأتي صدفة. وهذا داخل في قوله وجهله من جهله. لكن ثق بأن هذه الأشياء كلها بقضاء الله وقدره عز وجل، هو الذي أنزل هذا وجعل له دواء، وقد يرفع الداء بدون أن يكون هناك سبب، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. أخيرا توصيات يسيرة لكم. أولا إخلاص النية لله تعالى في عملكم، لا من أجل أن تحصلوا على الراتب والمكافأة والجاه وما أشبه ذلك، لا، من أجل أن ترفعوا الآلام والأمراض على أيديكم، نعم، بقدر الله عز وجل على أيديكم، والإحسان لهؤلاء الذين تداوونهم. وبإخلاص النية يكون أثر العمل، يكون أثر العمل جيدا، والعكس بالعكس. ثانيا أن تحرصوا على تذكير الإنسان المريض التوبة والاستغفار وكثرة الذكر وقراءة القرآن، ولا سيما هاتان الكلمتان اللتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والمريض لن يتكلف ولن يشق عليه أن يقول هذا، فوجهوه إلى أن يستغل الوقت. ثالثا إذا قدر أن أحد المرضى حضر أجله، فالمطلوب منكم أن تلقنوه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولكن التلقين يكون برفق، فهل تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله فإن أجلك قد حضر؟ أجيبه لا، لا تقول هذا، ربما مع ضيق الصدر يقول لا، لكن ممكن أن تذكر الله عنده لا إله إلا الله، فإذا ذكرت الله عنده تذكر. نعم لو كان كافرا فقل له قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمه أبي طالب حين حضرته الوفاة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وقال للغلام اليهودي في المدينة وقد عاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وقد حضر أجل الغلام، فعرض عليه الإسلام، فالتفت الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه، فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام حمد الله لما حصل لهذا الرجل أن انتقل من اليهودية إلى الإسلام. ومن ذلك أن تسألوه كيف يصلي، كيف يتطهر، وترشدوه إلى ما عندكم من علم، لأن بعض المرضى لا يتطهر كما ينبغي، بعض المرضى يكون على ثيابه شيء من النجاسة ويقول: إذا شفاني الله تطهرت وصليت. بعض المرضى يقصر الصلاة وهو في بلده، يظن أنه إذا جاز الجمع جاز القصر، وهذا ليس بصحيح. القصر إنما يجوز لمن؟ للمسافر فقط. فإذا كان المريض من أهل الرياض مثلا، وقلنا له: لا بأس أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، فلا يجوز له أن يقصر. لكن إذا كان من بلد آخر ويعالج في الرياض، قلنا له: اقصر واجمع. كذلك مما أوصيكم به، إذا كان المريض من غير الجنس، بمعنى أنه دعت الضرورة إلى أن يعالج الرجل امرأة، فليحذر الفتنة ولا ينظر منها إلا ما تدعو الحاجة إليه. وبأدنى قول أو عمل، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد تقول: في هذا المكان لا يمكن للإنسان أن تتحرك شهوته أو ما أشبه ذلك. فنقول: هذا صحيح، هذا هو الأصل. لكن ما ظنك بما إذا كان الشيطان يجري من آدم مجرى الدم؟ ألا يمكن أن يغوي هذا الرجل؟ فالجواب: بلى، يمكن، يمكن. وأوصيكم أيضا أن تحرصوا على أن يكون استقبال المريض في حال الصلاة إلى جهة القبلة بقدر الإمكان، حتى لو أدرنا السرير إذا أمكن فليكن، فإن لم يمكن فقولوا للمريض: اتق الله حيثما كنت. قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتشرح صدره وتقول له: إذا كان من عادتك أنك تصلي إلى القبلة وهو الواقع، فإنه يكتب لك الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأوصيكم أن توصوا المرضى إذا كانوا في غرفة واحدة، توصوهم بأن لا يؤذي بعضهم بعضا، فإن بعض المرضى قد يؤذي الآخرين، إما باستماع مسجل أو باستماع راديو، وإذا كان هذا ممنوعا فربما يؤذي من معه
بقراءة القرآن، يقرأ القرآن ويرفع صوته. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه وبعضهم يرفع صوته على الآخرين وهم يصلون، قال: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. وأوصيكم ألا تكثروا الكلام مع الممرضات إلا بقدر الضرورة مع غض البصر، لأن المسألة هذه خطيرة جدا، فقد تؤدي المحادثة إلى ما هو شر منها، لكن ما دعت إليه الضرورة لا بأس به مع غض البصر بقدر المستطاع. وأوصيكم بالمحافظة على وقت الدوام، بأن لا يتخلف أحد عن وقت الحضور ولا يخرج قبل وقت الخروج، لأن هذا الوقت ليس لك، وقت العمل ليس للإنسان، فإنه يأخذ عليه أجرا، فكل دقيقة فلها نصيب من الأجر. ولا يحل للإنسان أن يتأخر عن أول الحضور ولا أن يتقدم عن آخر الحضور، والإنسان وأمانته. وأوصيكم أن تؤمنوا وتوقنوا بأن أعمالكم هذه ليست إلا مجرد سبب، وأن الأمر بيد من؟ بيد من؟ بيد الله عز وجل. فقد يفعل الإنسان سببا تاما ولكن لا يحصل له أثر، لأن الأمر بيد الله. ولهذا لو أخذنا الحديث: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، للازم أن لا يمرض أحد، لازم أن لا يمرض أحد، ولكن ليس الأمر هكذا. هي سبب لا شك، لكن هذا السبب قد يتخلف أثره لوجود مانع. فأنت وإن كنت حاذقا مخلصا قد يتخلف أثر عملك عما تريده، فاعلم أن الأمر بيد الله. وأوصيكم أن تستعملوا التسمية عند بدء العلاج والعملية، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فإنه أبتر، أي مقطوع البركة. هذا ما حضرني الآن من الوصايا، وأسأل الله تعالى أن ينفع بكم وأن يجعل عملكم خالصا لله ونافعا لعباد الله عز وجل. وإلى الأسئلة. أيها الأخوة، أرجو أن يتفضل الدكتور عبد الرحمن النعيم بقراءة الأسئلة. نعم قراءة الأسئلة لا بد من شروط ثلاثة. تلتزم بها؟ شروط ثلاثة إن شاء الله، لكن خفف في شروطي. جزاك الله خير. قلها. أقول أولاً موافقة النحو، لعلنا إن شاء الله تحرجنا يا شيخ لا أخوها الحين خلاص لعلنا إن شاء الله نفعل ذلك. طيب. الثاني حسن الأداء إن شاء الله، أما على فليس إليك، هذا من الله عز وجل. جزاك الله خير. نعم، فلن يسبق صوتي صوتك يا شيخ. بارك الله فيك. الله يا شيخ. هذا السؤال، أداء الصوت الجميل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. حقيقة أنه كل الأخوة ساعدوا
وسعادتي مضاعفة بإني أتحدث إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك. آمين آمين. كثير من الأخوة أرسلوا أسئلة الحقيقة، ولعلنا نأتي على الأسئلة التي أرسلت مبكرا، ونسأل الله أن يعين الشيخ الحقيقة فيها الكثير من التساؤلات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده. أي نعم، لما جبت التساؤلات ننظر فيها. نعم، يقول هنا موافقة للنحو ولا لا؟ هذه التساؤلات. التساؤلات المساءلات قد تكون. طيب، في شيء آخر سمعت أولا، التواجد، تواجد فلان في المكان الفلاني، ترى هذه ما لها أصل في العربية، والصواب أن يقال الوجود، وجود فلان في كذا، أما تواجد تواجد غلط. هذه من فائدة. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. معنا أخوة من جدة كذلك، فنحييهم ونشكر لهم ذلك، نسأل الله أن يعيننا وإياهم. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، الحقيقة معظمهم يقدم بإنني أحبك في الله، ولعلنا نختصر يعني فنتجاوزها، وكلنا نحب الشيخ في الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه. آمين. وأوليائه وأصفيائه. هذا الأخ يقول، ما هو حكم الشرع في الأخطاء الطبية الغير متعمدة؟ حيث إذا مثلا اجتهدت ولم أهمل في معاينة الحالة ولم أقصر في شيء من العلاج، ثم قدر الله الوفاة، أرجو منكم التفصيل في ذلك من جميع النواحي، هل أعتبر آثما بذلك؟ أم أنه مثل القاضي إذا اجتهد فأخطأ، مع العلم أنني لا أألو جهدا في التعلم ومتابعة كل جديد، وجزاكم الله خيرا. أولا أنصح السائل وغيره أن يوجه سؤالا إلى شخص فيقول ما حكم الشرع؟ لماذا؟ لأن هذا الذي وجه إليه الخطاب أو السؤال قد يخطئ وقد يصيب، فإذا أخطأ والمسألة مضافة إلى الشرع صار الخطأ إيش؟ في الشرع. نعم، تقول ما حكم الشرع في نظركم، أو ماذا ترون في كذا، فلينتبه لهذا. أما بالنسبة للأخطاء فالطبيب إذا كان حاذقا، هذا شرط، بمعنى أنه يجيد الطب إما بالقراءة النظرية من قبل أو بالتجربة العملية، هذا شرط أن يكون حاذقا. الثاني أن لا يتعدى موضع المعالجة، أن لا يتعدى موضع المعالجة. فمثلا إذا قدر أن هذا الجرح يكفي في شقه مقدار أنملة، لكنه شق مقدار أنملتين، فهنا تعدى موضع الحاجة. يرى العلماء رحمهم الله أن هذا التعدي يعتبر خطأ لا عمدا، حتى لو مات المريض به فإنه لا قصاص، ولكن الدية، إذا كان الدية أو الحكومة، إذا كان هناك حكومة، فهنا فرق بين أن يكون الخطأ في نفس المكان المعالج فهذا لا شيء عليه، كما يخطئ الفقهاء والقضاة أيضا. أما إذا تجاوز فهنا يكون التجاوز خطأ ولو أدى إلى الوفاة، لأنه لم يتعمد الوفاة. وأظن أن هناك قواعد معروفة في هذا الأمر. نعم. يقول الأخ، معروف فضل أهل العلم الشرعي وأنه ورثة الأنبياء، أرجو منكم تبيين ما هو الأجر للأطباء، حيث يقول أنهم يسهرون الليالي في العناية بالمرضى والقراءة والمذاكرة. نعم، لا شك أن لهم أجرا بحسب نيتهم وعملهم، لأن الطب نفسه ليس مقصودا لذاته لكنه مقصود لغيره، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تعلم الطب فرض كفاية، لا بد للمسلمين أن يكون فيهم أطباء،
فألحقوه بفرض الكفايات، لأن هذا مما تحتاجه الأمة. فإذا قصد الإنسان بعمله هذا القيام بهذا الفرض والإحسان إلى الخلق نال أجرا كثيرا. الإنسان يبيع الشيء فيأثم ببيعه، ويشتريه نعم ويبيعه فيثاب ببيعه. لو بعت هذا الشيء على محتاج وقصدت دفع حاجته تثاب أو لا تثاب؟ تثاب، مع أنك ستأخذ أجرا عوضا. ولو بعته على شخص يريد أن يقاتل به المسلمين كنت آثما، فالنيات لها تأثير جدا في الثواب. نعم. يقول: تأتي المرأة مع طفلها المريض وتكون في العيادة من دون محرم، ثم أدخل عليها في العيادة وأغلق باب العيادة، هل تعتبر هذه خلوة محرمة ومعها طفلها؟ وإذا كانت محرمة فهل من كلمة نصح؟ يقول: تأتي المرأة مع طفلها المريض وتكون في العيادة من دون محرم، ثم أدخل عليها في العيادة وأغلق باب العيادة، هل تعتبر هذه خلوة محرمة؟ نعم. ثم يقول: إذا كانت محرمة فهل من كلمة نصح حول ذلك؟ هذه خلوة محرمة لا شك. إذا دخل الرجل على امرأة أجنبية منه ليس بينه وبينها محرمية وأغلق الباب فهذه خلوة لا أشكال فيه، فلا يحل للإنسان أن يعمل هذا. وإذا كان لابد فليفتح الباب حتى لا تكون خلوة، لأن فتح الباب معناه أن كل إنسان يمكنه أن يشاهد. نعم. هنا السؤال يقول: ما حكم إسقاط الحمل عندما يكون الجنين مشوها حالة عدم وجود الدماغ، وهذا يعني عدم المقدرة على الحياة بعد الولادة بعلم الله، وهذا يحدث في جميع الحالات وخصوصا إذا كانت الحامل قد وضعت قبل ذلك بعملية قيصرية لمرات ثلاث أو أكثر، فمن المؤكد أن ولادتها ستكون بعملية قيصرية، وفي هذا لا شك خطورة، مع أن الجنين خطورة، مع أن الجنين مؤكد وفاته بعد الولادة. وإذا كان هذا جائزا فما هي أقصى مدة للحمل يمكن إسقاط الجنين فيها؟ نعم. أقصى مدة للحمل يمكن إسقاطه فيها 4 أشهر، فإذا تم 4 أشهر صار إنسانا، والإنسان لا يجوز قتله سواء كان مشوها أو سليما، بل يبقى. فإن أراد الله له حياة صار حيا، وإن كانت الأخرى صار ميتا. لكن قد يقول قائل: لو بقي هذا بعد أن تم له 4 أشهر فإنه سوف يموت وتموت الأم بموته. فالجواب: وليكن هذا، مع أنه إذا مات أمكن إخراجه، لأنه لا ليس في ذلك قتل. والخلاصة: إسقاط الحمل قبل 4 أشهر لا بأس به إذا دعت الحاجة إليه، إسقاطه بعد 4 أشهر لا يمكن بأي حال من الأحوال، لأنه صار إنسانا. أرأيتم لو كان شخصا خرج من أمه مشوها هل يجوز أن نقتله؟ لا يجوز، بل نفوض أمره إلى الله عز وجل. على أنني أنا أقول لكم، وأنا لا أحب أن أقولها أمامكم، قرر بعض الأطباء في امرأة حامل أن ولدها مشوه في بطنها وأنه لا بد من إسقاطه، ولكن الأم والأب أبيا ذلك وقال لا يمكن. فأراد الله عز وجل استمرار الحمل والولادة، وصار هذا الجنين أجمل إخوانه. سبحان الله. فالإنسان قد يخطئ في التقدير. وعلى كل حال القاعدة التي ذكرت لكم هي الأساس. متى تم له 4 أشهر حرم إسقاطه، وما دون ذلك فلا بأس به للحاجة. سؤال آخر يتعلق بالحمل والولادة، يقول: إذا تقرر لمريض لمريضة ما
الولادة بعملية قيصرية لأن الجنين في حالة خطر، ورفضت الأم خوفا على نفسها من التخدير ومضاعفات العملية، وكان الزوج موافقا على إجراء العملية، فهل يجوز إجبار الأم على إجراء العملية وإعطائها مخدر بالقوة؟ وفي حالة عدم جواز ذلك فهل يجوز لها قتل الجنين بعدم موافقتها على العملية؟ نعم، أولا لا يجوز لنا أن نتصرف في هذه المرأة بدون إذنها فنشق بطنها، لأن هذا عدوان عليها. ومسألة الجنين ليس لها فيها دخل، هذا من الله عز وجل، ولكن يشار عليها بتأكيد أن الأولى أن تأذن في إجهاضه بالقيصرية، وأن هذا من الإحسان إلى نفسها وإلى جنينها. وأما أن تجبر على هذا فلا، الإنسان كما هو حر في ماله حر في بدنه أيضا. نعم نعم. يقول تحتاج بعض النساء اللواتي وصلن إلى سن اليأس إلى هرمونات بديلة، هرمونات بديلة جديدة بديلة يعني استبدال الهرمونات، تعطى هرمونات لمنع هشاشة العظام وأمراض القلب، مع أن أخذ هذه الحبوب يسبب نزول دم من الرحم مثل دم الحيض، فما حكم الصلاة مع نزول هذه الدماء، وهل هي استحاضة أم ماذا؟ نعم، دم الحيض دم طبيعي ليس له سبب، فأما الدماء التي لها سبب فهي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمستحاضة: إن ذلك دم عرق، فلا يكون حكم دم الحيض، بل هو دم فساد. فالمرأة في هذه الحال تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إن كانت مزوجة ولا حرج عليها، وهذه القاعدة التي أسسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي إنما ذلك إيش؟ عرق. وهذا معلوم السبب فيكون عرقا ليس له حكم الحيض. نعم نعم. هنا السؤال يقول: في كثير من الأحيان يموت المريض دون أن نتوصل إلى تشخيص حالته المرضية، وخصوصا مرضى العنايات المركزة، هل يجوز تشريح جثة المريض بعد الوفاة للتوصل إلى التشخيص، حيث أن في ذلك فائدة عظيمة لعلاج الحالات المشابهة في المستقبل؟ نعم. مع العلم أن التشريح لا يحدث تشويها ظاهرا في الجثة، وإذا كان التشريح غير جائز فهل يجوز أخذ عينة بإبرة بعد الوفاة من أحد الأعضاء كالكبد أو الرئة؟ أولا لا يجوز تشريح الميت إلا إذا دعت الضرورة إليه، بمعنى أننا نحتاج أن نعرف سبب وفاته، فهنا حاجة. والتشريح في وقت الآن لا يعتبر مثلة، لأنه سيؤخذ عينة ثم يلائم الجسم بعضه إلى بعض ويزول التشويه والتمثيل، لكن متى هذا؟ إذا دعت الحاجة فيما يتعلق بنفس الميت. أما ما كان مصلحة لغيره فلا، كأن نعرف هذا المرض وكيف أدى إلى الوفاة، فهذا لا يجوز، لأن هذا لمصلحة الغير لا لمصلحته. وأما ما يؤخذ عينة كبط الإبرة في الكبد أو غيرها فلا أرى في هذا بأسا، أولا لأن الكبد وشبهها عضو باطني لا تظهر فيه المثلة، وثانيا أنه شيء يسير إما دم أو نحوه فلا يضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا علم الطبيب أن المريض يعاني من داء عضال كالسرطان مثلا، فهل يخبر المريض بهذا الأمر أم يتجه إلى التعريض ولا يصرح به،
خشية أن يتأثر المريض نفسيا، وكيف يتصرف الطبيب إذا سأله المريض سؤالا مباشرا ومحددا عن طبيعة المرض؟ هل يقول الصدق مهما كانت النتائج أم كيف يتصرف؟ هذا بارك الله فيك يختلف باختلاف المرضى. من المرضى من هو قوي الشخصية ولا يهمه أن يكون مرضه مهلكا أو غير مهلك، فهذا يجب أن يخبر بالواقع، لأن المريض قد يكون له علاقات خاصة في أهله أو عامة مع الناس يحتاج إلى أن يصحح ما كان خطأ، فهنا لا بد من إخباره والحمد لله لا يضر. أما إذا كان المريض ضعيف الشخصية ويخشى إذا أخبر بالواقع وهو أن هذا المرض مهلك يتأثر أكثر ويكون همه هذا المرض، ومعلوم أن المريض إذا ركز على المرض وصار المرض همه أنه يزداد مرضه، لكن إذا تغافل عنه وتناساه وكأن لم يكن به شيء فهذا من أكبر أسباب العلاج. فالمسألة تختلف باختلاف الناس. نعم. هذا السؤال يقول ما هو ضابط ارتكاب المحظور؟ الكتاب. ما هو ضابط ارتكاب المحظور لإبقاء النفس حية؟ وهذا المحظور ينافي ضروري أولى من النفس وهو الدين. مثال ذلك يشرع أكل الميتة لمن خشي الهلاك. يشرع نعم. لمن أكل الميتة لمن خشي الهلاك. نعم. بينما يحرم شرب السم وكذا تحرم النشرة. النشرة. وعلى قولكم تحرم زراعة الأعضاء، مع أن تحقق فائدتها تقرب إلى الظن القوي. نعم. الفرق أن أكل الميت للمضطر نتأكد به دفع الضرورة ووجود الضرورة إليه، يعني في أمران: أولا أن الضرورة داعية للأكل، إذ أنه لو لم يأكل لهلك. ثانيا نتأكد به اندفاع الضرورة. أما ما سوى ذلك فإنه لا يحصل به هذا، إما أن لا يكون مضطرا إليه وإما أن لا تندفع به الضرورة. ولنفرض هذا في شرب الخمر مثلا، لو قال الطبيب إنه لا يشفيك إلا شرب الخمر، قلنا لا، لا يجوز شربه. أولا لأن الإنسان ليس في ضرورة إليه، فقد يشفى المريض بدون دواء، أليس كذلك؟ أجيبه نعم. ثانيا أننا لا نتأكد اندفاع الضرورة به، إذ قد يستعمل المريض الدواء الناجح النافع ثم لا ينتفع به المريض، وهذا شيء مشاهد. بخلاف أكل الميت للمضطر. ولهذا قال العلماء: لو غص الإنسان في لقمة وليس عنده إلا كأس خمر فلا بأس أن يشرب الخمر ليدفع اللقمة فقط ثم يتوقف. لماذا؟ لأننا هنا تأكدنا تأكدنا الضرورة إلى شربه، وثانيا تأكدنا اندفاع الضرورة بشربه. نعم. كثير من الأسئلة تأتي حول الدوام وأنتم نبهتم في ذلك، لكن لا بأس من ذكر بعضها سريعا. بعضهم يقول أنه يخرج بعض الأيام قبل نهاية الدوام بنصف ساعة أو ساعة لأن رئيسه المباشر لا يمانع. نعم. رئيسه المباشر لا يمانع بذلك. أعد. بعضهم يخرج قبل نهاية الدوام. نعم. بساعة أو بنصف ساعة لأن. نعم. رئيسه المباشر لا يمانع في ذلك. نعم.
وبعضهم الآخر يقول أخرج لكي أستفيد من الوقت في شيء آخر، لأنه لا يوجد لديه مسؤوليات طبية مباشرة للمرضى، خصوصا أنه يمضي بعض أوقات خارج الدوام في من أجل أعمال لها علاقة بالعمل. فما يكون الجواب مثل هؤلاء؟ أقول لهؤلاء: هل عملكم ميداني أو وقتي؟ إن كان ميدانيا فنعم، إذا لم يكن عندك عمل اذهب، وإن كان عملك وقتيا فلا بد أن تستوعب جميع الوقت وإن لم يكن لك شغل. وأما إذا وافق المدير المباشر فهذا ينظر، إذا كان له الحق في ذلك كما لو أذن له يوما أو يومين فلا حرج، وإن لم يكن له الحق في ذلك فلا تنفع رخصته فيه. نعم. يقول: أنتم تقولون حفظكم الله بوجود نوعين من العلاج، وذكرتم قصة من سئل من بعض الصحابة العلاج بالرقية الشرعية، وبإذن من الله وأمره ينفع هذا العلاج وقد لا ينفع، وربما تحدث مرات بنجاحه وأخرى لا تحدث. يقول: نحن نعاني كثيرا يا شيخنا من مرضى يختارون هذا النوع الطيب من العلاج ويرفضون العلاج الذي نزودهم به، فهل يجوز لهم هذا علما بأننا نعلم علم اليقين أنه بإذن الله تعالى أن لنا بعض العلاجات النافعة، وبعض الأحيان كثيرة ينتهي هؤلاء المرضى بعاهات مزمنة أو بالموت؟ أرى أن يجمع الإنسان بين هذا وهذا ولا منافاة، يعني يجمع بين الرقية الشرعية وكذلك الأدوية الحسية ولا مانع، لكن هل تناول الدواء واجب على المريض أو غير واجب؟ هنا السؤال. أصح الأقوال للعلماء أنه ليس بواجب، وأن للإنسان أن يمتنع من المعالجة، ولا يعد قاتل النفس لأنه ليس هو الذي أحدث المرض بنفسه، ثم إنه قد يعالج ولا ينجح كما هو مشاهد، وقد يبرى بدون معالجة. فالصواب أن المعالجة ليست واجبة إلا فيما علمنا الضرورة إليه، كما لو كان المرض في عضو من الأعضاء وقرر الأطباء أن يقطع، وأنه إن لم يقطع سرى إلى جميع البدن، فهنا نعم نقول للمريض يجب عليك أن تمكن الأطباء من قطع هذا العضو، كما فعل الخضر حين خرق السفينة فقال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فبين له أن أمامهم ملك يأخذ السفن الصالحة غصبا، وأنه خرقها من أجل أن تسلم من ظلم هذا الملك. يقول: حصل الحمل لامرأة عن طريق الأنابيب أو تلقيح خارج الرحم، وأصبح ولله الحمد لديها 3 أجنة، وقال لها الأطباء أن الثالث ضعيف جدا ووجوده يؤثر على الاثنين، علما بأن ذلك في الأشهر الأولى، فما الحكم؟ هل تسقطه؟ أنا لا أفتي بطفل الأنابيب، فليوجه هذا السؤال إلى من يفتي بجوازه. هناك أسئلة كثيرة حول تبرج النساء في المستشفى ووضع السكرتيرات للأطباء وغيره، فكلهم الحقيقة يعني يطلب بتوجيه كلمة. والله شوف يا أخوان، لو وجهت 1000 كلمة ما في فائدة. هذا لا يمكن علاجه إلا عن طريق المسؤولين، فنسأل الله أن يوفقهم للصواب. آمين. ومن المعلوم أنه ممكن أن يجعل مستشفى كامل للنساء
ومثل الرجال ولا مانع. لكن سبحان الله مسألة يعني عندي ملتبسة، هل أريد بنا شر في إلزامنا بمثل هذا الأمر أم ماذا؟ وعلى كل حال كما قلت لا ينفع فيه النصح، هذا ينفع فيه القوة من المسؤولين. نعم نعم. هذا أخ يعني صرح بسؤاله وهو يعرف رأيكم في مجال نقل الأعضاء، ولعلك لمست الموضوع قبل قليل، لكنه يقول أنا أحد العاملين في مجال نقل الأعضاء، وسمعت أن لكم رؤية معينة في قضية نقل الأعضاء، أفيدونا أثابكم الله. هو أكثر من سؤال الحقيقة، أكثرهم يسألون عن قضية نقل الأعضاء. أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنها لا تنفذ وصيته. فالإنسان لا يملك نفسه، هو مملوك، ولهذا قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل بل يتيمم حتى يجد ماء دافئ. وليس للإنسان أن يأذن الشخص فيقول يا فلان اقطع أصبع من أصابعه، فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبهها؟ وأنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أنه أن له مصلحة كبيرة ودورا بالغا في الجسم. أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا؟ لا يمكن، لا بد أن لكل واحدة منهما عملا، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون؟ أجيبوا يا أطباء، أقول ماذا يكون؟ يتعطل، يموت. نعم يموت، أو يزرع هو من أخ آخر. قد صحيح، أو يزرع. نعم يقول أو يزرع. يزرع أو يزرع، لكن قد لا يتسنى. نعم. فالذي أراه منع هذا. طيب، وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك. نعم نعم يا شيخ أثابكم الله. في حالة المتوفى دماغيا الذي تثبت وفاته دماغيا، ويعني هنالك من يقوم بتبليغ الأهل ثم معرفة حالته والوفاة الدماغية المتأكدة طبيا، فمثل هؤلاء يعني يطلب من أهل المتوفى دماغيا التبرع بأعضائه ويفعلون ذلك، فهل ترى نفس المحظور في ذلك؟ هذا أشد، لأن أولياء الميت ليس لهم حق أن يتصرف في الميت. نعم. ما يجب. أنا ذكرت لك حتى لو أوصى به، والعلماء نصوا على هذا في كتبهم. نعم، التبرع بالدم لا بأس به، بشرط أن لا يتضرر المتبرع وأن ينتفع المتبرع له، لأن الدم بإذن الله عز وجل يخلفه غيره بخلاف العضو. يقول هنا يوجد بعض العلاجات الشعبية أو المستحضرات الطبية تحتوي نسب قليلة من الكحول تتراوح بين 1-3%، والذي يأخذ هذه الأدوية أو العلاجات قد لا يعرف أنها تحتوي نسبة من الكحول، هل يجوز استعمالها وشربها والتداوي بها؟ وكذلك هل يجوز بيعها ووصفها؟ النسبة اليسيرة من الكحول لا تضر، 3% لا تؤثر فلا بأس. وكثير من الأدوية أسمع أنها لا يمكن أن تبقى
زمنا طويلا إلا إذا صار فيها شيء من الكحول فلا بأس بها. أما لو كثر بأن يعني يبلغ مثلا 50% أو 60% فلا يجوز. نعم. هل يجوز للطبيب أن يمارس نوعا من العلاج دون خبرة على المرضى على الرغم من وجود من هو أعلم منه في هذا المجال؟ لا يجوز، لا يحل للطبيب أن يجعل أجساد بني آدم محلا للتعلم. وإذا كان الرجل الذي يفتي الناس لا يجوز أن يفتي إلا بعلم فكذلك الطبيب. نعم. هنا سؤال يقول في عمل التحاليل الطبية يرسل الطبيب لعمل بعض التحاليل الخاصة بالجينات لطفل مريض، وبعض الأحيان نقوم بتحاليل للأبوين للتأكد من صحة النتيجة، فبعد استكمال التحاليل الطبية للطفل والأبوين نستنتج بنسبة عالية جدا أن هذا الطفل لا ينتمي للأب، فماذا يكون العمل في مثل هذه الحالة كمسؤولين في المختبر؟ الطفل لأبيه، حتى وإن كنا بعد الاختبارات التي ذكرت يغلب على ظننا أنه ليس له، ويدل لهذا أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو ليس أسود والأم ليست سوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق يعني اللي بين الأسود والأبيض. قال نعم. قال فأنى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال فابنك لعله نزعه عرق. ولما تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، قال له عتبة، قال له سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي وانظر شبهه، وقال عبد بن زمعة إنه أخي ولد على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر، فنفى أن يكون لعتبة مع أن فيه شبها بينا. نعم. والحاصل أن الولد لأبيه وإن أظهرت التحاليل أنه ليس منه. نعم. قل ذكرتم حفظكم الله أنك ستخبرنا ببعض الكتب في الرقية الشرعية، نرجو منكم ذكرها. نعم. من ذلك كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر طائفة كثيرة من هذا، ومن ذلك الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم أيضا، ومن ذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد صحح وقد انتقى الألباني رحمه الله الأحاديث الصحيحة منه ووضعها في كتاب مستقل، ومن ذلك كتاب الأذكار للنووي مع ما فيه من أحاديث في صحتها نظر. نعم. يقول كيف نتعامل مع المرضى الذين في حالة غيبوبة أو شبه غيبوبة وهم على هذا الحال منذ 5 سنوات أو أكثر؟ يجب أن يكون لجنة من المستشفى تنظر في حاله. يعني مشكلة هذه لأن سيشغلون مكانا في المستشفى وهم لا يعني ينتظر أن ينفع فيهم العلاج، فهؤلاء يمكن
أن تقرر اللجنة بأن ينقلوا إلى أهليهم. نعم. سؤال يقول: هل يجوز استعمال الحيوانات مثل الفأر والأرنب وغيرها حقلا للتجارب وقد تحقن بمواد سامة، وقد يظهر على هذه الحيوانات أورام سرطانية وتتألم هذه الحيوانات وقد تقتل ويدرس عليها عدة دراسات تنفع الإنسان؟ هذه بالحقيقة يتجاذبها أصلاً. الأصل الأول أن جميع ما في الأرض مخلوق لنا، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، فكل ما في الأرض فهو لمصالحنا. هذا الجانب يرجح أن نجري التجارب على هذه الحيوانات وإن كانت تتألم، لما في ذلك من المصلحة. أما الجانب الآخر فهو نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تعذيب الحيوان، وأمره بإحسان القتلة وإحسان الذبحة. فالمسألة تحتاج إلى نظر، ونسأل الله أن يلهمنا الصواب. هنا سؤال يقول: هل يجوز شرعا التبرع بنقي العظم؟ إيش؟ نقي العظم، المادة التي في داخل العظم. إيه؟ نعم، الموجود داخل العظم من شخص لآخر، وهذا يعني فيه يعني ينوم الشخص الذي يؤخذ منه المادة ولا تضره بإذن الله لأنه يجددها الجسم. نعم، إذا كانت هو يريد المخ، مخ العظم. نعم، هو نقي العظم، يريد المخ. إذا كان يخلفه غيره ولا خطر على المريض منه فهو كالدم تماما. نعم، بمعنى أنه جائز. نعم، هنا يقول: هل يأثم من يعاشر غير المسلمين ولا يدعوهم للإسلام؟ لا شك أنه ترك واجبا، لأن الله أمر بالدعوة إلى الإسلام. وما أقرب بعض الأطباء إلى الإسلام، فالذي أوصيكم به وهو ينبغي أن يكون مع الوصايا السابقة أن تدعو هؤلاء النصارى أو غير النصارى إلى الإسلام، وتعطوهم الكتب التي يقرؤونها أو الأشرطة التي يسمعونها بلغتهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، يعني خير لك من الإبل الحمراء، وهي أشرف الأموال عند العرب في ذلك الوقت. فالذي أوصيكم به دعوة هؤلاء إلى الإسلام، على الأقل حتى يعرفوا أن الإسلام هو الدين. أما إذا سكت عنهم فإنهم يقولون: كل على دينه، ولا أحد يدعو أحد إلى دينه. حتى لو فرض أنه أن من وسائل دعوته أن تدعوه إلى البيت وتكرمه فلا بأس. يقول هنا السؤال، هو ليس طبي ولكن هو رد، يقول: ذهبنا إلى مكة في عمرة الأربعاء والخميس والجمعة، ثم جمعنا العصر بعد صلاة الجمعة ركعتين قصر وجمع بعد صلاة الجمعة، فما حكم ذلك؟ نعم، الواجب عليهم الآن أن يعيدوا صلاة العصر قصرا، لأن الصلاة التي ضموها إلى جمعة تكون نفلا ولا تجزئ عن الفريضة، فإن صلاة الجمعة صلاة مستقلة فذة لا نظير لها ولا يجمع لها ما بعدها. قل: هل الطبيب ملزم ببدء العلاج الإنعاشي للمريض؟ إيش؟ هل الطبيب ملزم ببدء العلاج الإنعاشي، إنعاش القلب، بدء العلاج؟ نعم. للمريض الذي لا يرجى برؤه، إذا علم أن أثر ذلك العلاج فقط في إطالة حياة المريض بإذن الله على الأجهزة الصناعية فقط والموت على تلك الأجهزة. وبارك الله فيكم، حتى لو طالت حياته في هذه الحال فلن ينتفع من حياته، لأنه ليس عنده نية في قلب ولا قول باللسان ولا عمل بالأركان، فلن يستفيد. وقد صدر في هذا
فتوى من هيئة كبار العلماء، ولعلها وزعت على وزارة الصحة وغيرها، فنرجع إليها. آخر سؤال. الأسئلة كثيرة يا شيخ. أيه وش هالسؤال؟ ما معنى وقت. طيب هذا يرجعنا الحقيقة وهو جيد من ناحية طبية. يقول يفهم من كلامكم أن العلة في إباحة التبرع بالدم هو تجدده. نعم. ألا يمكن أن يشمل ذلك الأعضاء التي تشبه ذلك مثل الكبد؟ فلو ثبت طبيا أنها تتجدد فهل يسمح بالتبرع بها؟ وخصوصا أن هنالك بعض العمليات يؤخذ جزء من الكبد ولا يؤخذ كل الكبد، يأخذون جزء من الكبد ويزرعونه في المريض. أقول إذا صح هذا أنه إذا أخذ جزء من الكبد فإنه ينبت بدله جزء آخر، فهي كالدم له واحدة. لكني أنا في شك فيما إذا أخذت الكبد كلها، لا أظن ينبت شيء. أتظنون هذا؟ والكبد هناك بعض العمليات يؤخذ جزء منها من الحي. العلة الحمد لله، العلة يدور الحكم معها وجودا وعدما. نعم. نعم جزاكم الله خير. طبعا الأسئلة كثيرة ويعذرني الأخوة الحقيقة سواء هنا في الرياض أو في جدة أو في القاعة الأخرى من الأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا، ينفعنا جميعا، وأن يعلمنا ما لم نعلم. آمين. وأن يبارك في شيخنا حفظه الله. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمله. آمين. وأن يجزيه خير الجزاء، ولعلها إن شاء الله تكون بداية لقاءات أخرى إن شاء الله، إن شاء الله. متجددة إن شاء الله تعالى تكون بداية. وإذا شئتم أن نجعل لكم رحلة الشتاء والصيف لما لا تكون فصلية كل 3 أشهر 4 على كل حال المسألة مين مشكلة. الله يجزاك. والتلفون والحمد لله موجود الآن. الله يحفظك. ومعروف. إيه نعم. حسابك الله. وأنا أشكر جميل. الأخ الذي يلقي الأسئلة ما رأيت عن عليه شيء أن يذكر. نعم. والله شهادة أعتز بها يا شيخ. نعم نعم, نعم. الله يجزاك. وتقديري له أنه أخذ 90%. الله يجزاك. نعم. نقدر ندخل الجامعة يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك. نصلي مع بعض إن شاء الله في مكان الصلاة المخصص للأطباء بإذن الله. نعم بين الألف واحد وباء واحد. بي ون وبي ون. طيب إيش حفظك الله. أنا ذكرتها بالعربي فلم يعرفوها فترجمتها لهم بالإنجليزي. مهم عرب. والله لا أفهم. رأي لكم يا شيخ.